تاريخه. بالنسبة اللي قالوا سي مراد اسكندر، مسألة الإصلاح راهي هي تحتوي أيضا المحاسبة والتنقية. أما لجور للناس مشات في بالها باش تم فتح ملفات المحاسبة ويتم الإصلاح، خاطرك تحكي لي على العدالة الانتقالية، ما احترمتوش العدالة الانتقالية. مش نحكي على شخصك راني، أنت تمثل، أنت تمثل جزء من السلطة التنفيذية، أنتم ما احترمتوهاش العدالة التأسيسية. سامحني، أنتم، أنا نحكي ها ونحكي تو على السلطة التنفيذية، مانيش نحكي على التأسيسية. التأسيسية هي سبب الدال كل اللي قاعد صاير تو، على خاطر القوانين اللي صدرت على المجلس التأسيسي هي اللي خلت البلاد ماشية في الثنية هذه. وأنا قلتها ونعاودها، قلت خانوا ثقة الشعب فيهم وخانوا رواحهم، خاطر تعهدوا الناس كل هذه طلعت في المجلس التأسيسي، خاطر جمع ما بيناتها برغم اختلافها الإيديولوجي، جمع ما بيناتها شعار رفعوه كل أمام بعد خانوه، خانوه وقعد كان النظر القليل من الناس اللي موجودة فيه اللي احترمته. الناس كلها رفعت شعار قضاء مستقل ومجلس أعلى للقضاء منتخب، بعد كلها دارت على الوعد هذا. دونك مسألة الإصلاح راهي تدخل فيها المحاسبة. أنتم في عوض ما تمشيوا للمحاسبة مشيتوا الآلية لترهيب القضاة باش تعاودوا تحطوا يديكم على القضاة. طيب مشيتوا لآلية الإعفاء. نجي لنا بربي للإشارة، رانا احنا باش نجي للنقطة هذه. احنا حكينا على القرار نتاع محكمة المحكمة الإدارية، راهو قرار المحكمة الإدارية تناول جزء صغير ثمنناه أما تناول جزء صغير من الإشكال اللي هو زوز طعنوا في القرار هذا. احنا إشكالنا مع تعيينات واسعة، وإشكالنا ما ننساوش التمديد. التمديد راهو إشكالية كبيرة، راهو تاريخ القضاء التونسي أسود مع التمديد. إيش معناه التمديد باش المواطن يفهم؟ كان تقبل في وقت بن علي بآلية التمديد، الناس تبدأ تقرب للرتريت، البعض منها يرخي جناح الذل باش يمدوله. اليوم ناخذوا في نفس الوسائل باش نعاودوا نركعوا القضاء التونسي. دونك بالتالي اليوم كيف ما قال السيد وزير العدل، قال راهو استقلال القضاء ماهوش استقلال هيكلي على السلطة التنفيذية، نقولوا له لا، هو استقلال القاضي في ذاته. أما استقلال القاضي على السلطة التنفيذية والاستقلال متاعه على كل ما يمكن أن يرجعوا البوتقة التدجين. دونك اليوم نفس الإشكالات راهي مازالت قائمة.